صدر عن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، صدر 4 قرارات بشأن تسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين مدير تنفيذي لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد مقار اللجان الفرعية للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018. مساء الخير سعادة المستشار، بداية نبارك لكم هذا التعيين، اليوم نشهد الدورة الخامسة للانتخابات النيابية، كيف تقرؤون سعادتكم ذلك في ضوء الأمر الملكي السامي بدعوة الناخبين للانتخابات في 24 من نوفمبر المقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة شؤون الإعلام متمثلة في تلفزيون مملكة البحرين لإتاحة لي هذه الفرصة للتحدث عن الأمر الملكي السامي رقم 36 الصادر بدعوة الناخبين للحضور إلى لجان الاقتراع والفرز للإدلاء بأصواتهم بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، وكذلك للحديث إن شاء الله عن العملية الانتخابية بصفة عامة. حقيقة الأمر فإن مجرد صدور هذا الأمر الملكي السامي بدعوة الناخبين للانتخاب هو في حقيقته يعبر ويدل دليل راسخ على استمرار الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين وعلى مضيها بخطى ثابتة ومستقرة، حيث أننا مضينا اليوم ما يقارب أو بالتحديد 16 عام على هذه التجربة الديمقراطية والحياة الديمقراطية في مملكة البحرين، اللي بفضل من الله سبحانه وتعالى أعتقد أن هي وصلت في مرحلة متقدمة من الممكن أن احنا يعني نفتخر فيها. الآن عندنا الناخب يعني اللي كان عمره 4 سنوات أو الطفل اللي كان عمره 4 سنوات في سنة 2002 اليوم متى ما استوفى الشروط القانونية للانتخاب وتم سن 20 سنة المنصوص عليه مباشرة الحقوق السياسية، فهو يستطيع أن يدلي بصوته في هذه الانتخابات، وهو حقيقة الأمر دليل راسخ على تعاقب هذه الحياة الديمقراطية جيلا بعد جيل، وهذه بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل المشروع الإصلاحي اللي أرساه جلالة الملك الله يحفظه ابتداء من التصويت على ميثاق العمل الوطني إلى اليوم. يعني أعتقد أن تجربة أو حياة ديمقراطية ما بنسميها تجربة لأن تعدينا مرحلة التجربة ودخلنا الآن في الحياة الدائمة والمستقرة للديمقراطية في المملكة. وطبعا اليوم صدرت قرارات من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية بصفته رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب، وكلفت بتعييني كمدير تنفيذي لهذه الانتخابات، وإن شاء الله الله يقدرنا ونلبي جميعا واجبنا نحو هذا الوطن العزيز. نعم سيد نواف، لنتكلم أكثر عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني بصفتك مدير هناك، أبرز الاستعدادات التي قمتم بها وما الذي أضافت الهيئة للانتخابات منذ إلحاق إدارة الانتخاب والاستفتاء لها في عام 2007؟ حقيقة الأمر احنا بدأنا في الاستعداد للانتخابات النيابية كان من مارس الماضي، وذلك بتشكيل اللجان التحضيرية الخاصة بالانتخاب ومنها اللجنة القانونية واللجنة الإعلامية ولجنة العمليات والتنسيق، وبدأنا بالفعل في إعداد الإجراءات الخاصة بالتحضير لهذه العملية الانتخابية. أعتقد أن اليوم أيضا تولدت عندنا خبرة طويلة في هذا المجال من سنة 2002 إلى اليوم، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل عزيمة الشباب البحريني تمكننا أن احنا يعني ننظم الانتخابات السابقة بفضل من الله سبحانه وتعالى بطريقة شفافة وطريقة متوافقة مع المعايير الدولية. قمنا لحد اليوم بالعديد من الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها إعداد اللجان أو تجهيز اللجان الخاصة بالاقتراع والفرز كإعداد لوجستي، وأيضا بالنسبة للتقنية الخاصة بالمعلومات اللي أيضا المفترض أنها تزود لجميع هذه اللجان الاقتراع، وأيضا اللجان الإشرافية فيما يتعلق
لهذه التجهيزات. وأيضا عندنا بالنسبة لصناديق الاقتراع وشفافيتها وما إلى ذلك من الأمور المطابقة للمعايير الدولية اللي احنا دائما حريصين أن احنا نحققها من خلال عملية الانتخاب اللي بفضل من الله سبحانه وتعالى أعتقد شهد لها العالم بنزاهتها وشفافيتها من خلال الأعوام الماضية اللي باشرت فيها البحرين العملية الانتخابية. وأعتقد أن الحاق إدارة الانتخاب والاستفتاء بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أضاف أيضا ضمانة من الضمانات الخاصة بالعملية الانتخابية كإضافة جهة قضائية مستقلة أو جهة ذات طابع قضائي مستقل لهذه العملية وتنظيمها بما يوفر المزيد من الشفافية والنزاهة في إجراء هذه الانتخابات اللي احنا كلنا حريصين على أن احنا نحققها من خلال الانتخاب في سنة 2018. نعم سعادة المستشار، صدر اليوم قرار بتعيينك مديرا تنفيذيا للانتخابات، ما هي أهم الأدوار المنوطة بكم؟ نعم هذه في حقيقة تشريف وتكليف لي. نعم. حقيقة الأمر وأنا ألبي واجبي الوطني من خلال عملي في هذه المهمة، وكل من يلبي واجبه من خلال عمله سواء كان في مدير تنفيذي أو مواطن حق الانتخاب أو مرشح، جميعنا نلبي الواجب، وهذا هو الشعار اللي احنا منتهجينه في هذه السنة. طبعا من خلال الإشراف أو بالتحديد المهام الموكلة لي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هي التحضير للمراكز الإشرافية للعملية الانتخابية، أيضا التحضير لمراكز الاقتراع والفرد، أيضا التحضير مع الجهات المعنية المتعلقة بتزويدنا بالمعلومات الخاصة بإعداد جداول الناخبين والأمور اللوجستية والتقنية فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية. هذه بشكل موجز عن المهام المكلفة لي. وبعد يعني عندنا أيضا لا ننسى الأدوار اللي بنقوم فيها من خلال اللجان جميعها بما فيها اللجنة القانونية واللجنة الإعلامية ولجنة التنسيق والمتابعة، كلنا بننظم العملية إن شاء الله وبيكون تحت إشراف مباشر مني. نعم سيد نواف، نقف قليلا عند الشعار الذي اخترتموه، نلبي الواجب، شعار للحملة الإعلامية المصاحبة للانتخابات النيابية، هل تحدثون أكثر عن معاني هذا الشعار وكيف للمواطن أن يلبي الواجب؟ نعم حقيقة الأمر أن الشعار له العديد من المعاني، فهو في حقيقة حق كفله دستور مملكة البحرين المواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، وهذا اللي جاء في المادة الأولى بما في ذلك طبعا حق الانتخاب والترشيح، وأيضا هو واجب وطني يقع على عاتق كل شخص كل في يعني طريقة إلى تلبية هذا الواجب من خلال الناخب ومن خلال المرشح، وكلنا يعني في الحقيقة نلبي هذا الواجب الذي لابد ان احنا ندعمه ولابد ان احنا نرسيه كواجب ويستقر ايضا في خلال ذاكرة الاجيال المتعاقبة كلا في دوره. وايضا عندنا يعني من المعاني اللي يدل عليها هذا الشعار عزم البحرينيين على المضي قدما في مسيرة العمل الوطني التي ارساها جلالة الملك الله يحفظه، وايضا تلبية لواجبنا ان نواصل بعزيمة في المشاركة في صنع القرار، وكذلك يعبر عن مساهمة المواطنين الفعالة. نعم. في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه ودور الشعب البحريني في نهضة وتقدم هذا الوطن العزيز. نعم سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي لانتخابات 2018، شكرا جزيلا لك.